احنا الشباب، احنا المستقبل، بايدينا نقرر ونعمل ونغير. وطننا إنه وهو بجبرنا نحافظ عليه، بلزم علينا إننا نهتم ونواصل في بناء الوطن. لازم نساوي الصح، لأنه إذا بنساوي اليوم الكل راح يساوي بكرة. اليوم صوتنا واضح مسموع، الاستهتار ممنوع، صحتنا فوق كل شيء. مش يعني إذا مش شايفين الفيروس يعني مش راح يوصلنا. فيروس كورونا بينشر أكثر وأكثر كل يوم، بينشر أكثر وأكثر في كل أنحاء العالم. في البلاد عنا ما وصل مثل باقي البلاد، لكن وصل في أراضينا المحتلة مثل باقي البلاد. والطريقة الوحيدة مشان نساهم في الحد من انتشار الفيروس اتباع قواعد أساسية بسيطة. لازم نهتم بغسل الإيدين بالمي والصابون ونستعمل معقم الإيدين. نمنع التجمهر اللي فيها أكثر من 10 أشخاص في مكان واحد. لازم نحافظ على مسافة 2 متر بين كل شخص وشخص. وكمان إذا مش ضروري نطلع من البيت مش لازم نطلع منه. بطلب من الجميع خليك في البيت مشان سلامتك وسلامة مجتمعك وسلامة الغاليين عليك. مشان سلامة الغاليين علينا لازم نسمع ونلتزم بالإرشادات اللي بتصدر عن الجهات المختصة، ونتعاون معها، لأنه هاي الإجراءات هي مش ضدنا، هي معنا مشان نحافظ على حالنا. باسم لجان الشباب الثانوية نطلب من أبناء شعبنا الصامد الالتزام في البيوت حفاظا على سلامتنا.